طيب انا هعمل كشف حساب الحقيقه، لان احنا كنا بنجهز قلنا لا حقنا ان احنا نعمل كشف حساب لحضراتكم، يعني في الاول وفي الاخر نتكلم شويه بالارقام عن كشف الحساب، ونتكلم مع فيتوريا كده ارقامه مع المنتخب من وقت توليه المهمه حتى لما قلنا له مع السلامه او لحظه الوداع في امم افريقيا. اولا هو تولى قياده المنتخب في يوليو 2022، يعني اكتر تقريبا من سنه ونص. اقول لحضراتكم كمان عدد الايام، احنا حسبناها 567 يوم. حلو. خاض خلالها منتخب مصر كام مباراة؟ 18 مباراة، منها 8 وديات و10 مباريات رسمية. طب الشكل العام كان ايه؟ هو حقق المنتخب الفوز في 12 وتعادل في 4 وخسر مباراتين، وسجل لاعبي المنتخب عدد اهداف 40 هدف مع فيتوريا. طب دخل فينا كام جول؟ دخل فينا 13 جول. جميل. طيب بالنسبه يعني ده بالارقام، تعالوا بقى نروح للمستوى الفني شويه، لان المباريات اللي خاضها منتخب مصر برضو ما اعتقدش ان اي حد بيتفرج وعنده معلومات يعني خلينا نقول متواضعه في كره القدم يقدر يقول ان المستوى كان افضل يعني من جيد. هو كان جيد، يعني هو مستوى مقبول جيد عادي زي المباريات اللي انت لعبتها. عندك انت لعبت مع النيجر وملاوي واثيوبيا وجنوب السودان وزامبيا وجيبوتي، مش عايز انسى حاجه، كان سيريالون وتنزانيا وغينيا. طيب لما انت جت بقى كل دي كانت مباريات كده ايه، انت بتجهز نفسك. طب لما جت المباريات او لحظه المواجهات بقى المهمه، لا انت ما كنتش موجود، انت سقطت من البطوله، بطوله كاس امم افريقيا انت ما كنتش فيها تقريبا موجود او حاضر، انت ما حققتش اي فوز، لدرجه ان الناس ابتدت تتريق يا كريم تقول لك انت لو فزت البطوله دي او تاهلت هيبقى بالتعادل. من امتى احنا بنتكلم كده عن منتخب مصر؟ والاربع مباريات اللي حضرتك خضتها كان امام موزمبيق وغانا وكاب فيردي والكونغو الديمقراطيه، يعني لا انت حققت ارقام سلبيه او خروج كان يعني غريب جدا حقيقي. والحقيقه الواحد لا يقلل من المنافس، لكن الوضع كان صورته وحشه، انت ما لعبتش حتى كويس، وبعدين ما توفقتش في الاخر، انت اصلا ما لعبتش. فمش عايزين نقعد نكرر كلامنا ده كتير، لان بس هو واقع، يعني نكرر كلامنا بس هو واقع. بس لا مشهد حزين. احنا عرضنا لحضراتكم اللي قدمه فيتوريا، بس اللي قدمه فيتوريا ده هل بالنسبه لحضراتكم وبالنسبه لنا احنا ككريم مرضي؟ هل بالنسبه لنا ان انت تخش ما تحققش اي فوز وتيجي يعني بعد كده تاني المجموعه بسبب هزيمه منتخب غانا مش كمان بمجهودك، وده بلغه الارقام والفنيات، يعني عشان محدش برضه يقول اننا ظلمنا فيتوريا، احنا بنتكلم بكل اللي سردناه لحضراتكم، ده يرضي مين؟ يعني واضح واضح انه يرضي فيتوريا نفسه. الراجل خلص، خلي بالك اقول لك على حاجه، أنا في آخر الراجل 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 انا على فكره انا ملوموش، يعني ما اجيش مثلا اقول لفيتوريا انت ازاي ما كنتش مدير فني كويس، هو الراجل امكانياته اهي، هو الراجل السي في بتاعه اهو، انت جيت عوزتني، انت جيت عملت لي اوفر، انا وافقت، جيت عملت اللي عليا في حدود امكانياتي ومشيت. يعني فاهم قصدي يا كريم؟ مش غلط فيتوريا يا جماعه، الغلط من البدايه ان انا كل شويه بيبقى عندي تخبط وانا ما بتكلمش على اتحاد كوره ومسؤولين بعينهم، انا بتكلم في العموم لان الازمه دي بقى لها 14 سنه. فالقصة مش قصة اتحاد كورة دلوقتي أو شخص بعينه هو اللي جاب فيتوريا، برضه ليس دفاعا عن هذا الشخص، لكن القصة كلها هي حاجات متكررة يا كريم، في تخبط. ولو الكلام على أساس إيه وبالأرقام دي إيه يا كريم؟ لو الكلام على اتحاد الكورة، لو طالما في استدامة لمدة 14 سنة فعك إداري ينتج عنه شلل رباعي للشعب المصري كله، يبقى لازم نسمع قريب المفروض خبر ليه علاقة بفكرة الحساب، فكرة المحاسبة.